حلت الفنانة غادة عادل ضيفاً على رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار الذي يعرض عبر فضائية MBC مصر. وقامت الفنانة غادة عادل بتوجيه عدة لكمات لرامز جلال بعد أن اكتشفت أنها ضحية مقلب رامز موفي ستار. تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بمشاركة من النجم العالمي فاندام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات. وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء هم ياسمين صبري وعمرو يوسف وغادة عادل ومحمد أنور وصابرين ونجلاء بدر وهدى المفتي وطارة عماد وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود، بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبدالله السدحان بنت وأربع أولاد أبناء غادة عادل ومجدي الهواري. تصدرت الفنانة غادة عادل مؤشر البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد ظهورها مع أولادها الخمسة. والدة غادة عادل خمس أبناء من زوجها السابق مجدي الهواري الذي ظلت مرتبطة به لفترة زمنية طويلة، وهم محمد ومريم وعبد الله وحمزة وعز الدين. في البداية صدم نجلها الكبير الذي يدعى محمد ويلقب بماريو الجمهور أثناء احتفاله بعيد ميلاده، حيث ظهر برفقتها في صورة لأنه بدا وسيما وشابا كبيرا بعد أن فقد الكثير من وزنه وظهر بلحية. وسبق له المشاركة في تمثيل مسلسل مزاج الخير. لديها ابنة وحيدة هي مريم، وظهرت مؤخرا مع والديها في صورة على البحر، ولديها أيضا صور وهي صغيرة مع والديها في أعياد الميلاد حيث تشبه والدتها إلى حد كبير. ولديها توأمين هما عبدالله وعز الدين، وظهر أول مرة في إعلان عام 2017. أما الخامس وهو حمزة، وكان أول ظهور له مع والده المخرج مجدي الهواري بعد إصابته بكسر في قدمه. وشاركت الفنانة غادة عادل متابعيها مؤخرا عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمعها مع ثلاثة من أبنائها أثناء تواجدهم معها في العرض الخاص لإحدى الأفلام.